لو زين شلون تندفع اذا ما مات الكاب؟ شلون تدفع عندني؟ تم المبذول نعم مع صحن سلطه روح هاي شكتيت بيدك 80 Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on. الكباب هذا بس لا مال القوة المثبطة. طول بالك بعدك ما شارب. من تشرب راح تحس بالقوة المفرطة. لا نوم لا تعب طاقة لا حدود لها راح تنقلب الرجل الناري. بس لا تظل تصيح حسن. اسمه هذا اللي وي كابتن رياض اسمه الولد ياسر عضلة. ياسر عضله هذا مش بطاقه شرفنا اليوم زيارته البطل كرار في مدينة الشطرة. حياك الله كرار بطل العراق. شلونك يا بطل؟ يا شرف. انت الشرف يا وحش. قد وزنك؟ 80 كيلوغرام. طبعا هو احد ابطال العراق، حصل على مرتبه متقدمه بطوله العراق للقاعات الاهليه. يا مركز حصلت؟ مركز الرابع يا عام 2019. اتمنى لك التوفيق يا وحش. حاليا قد وزنك؟ 80 ما شاء الله. طولك ايش قد؟ 174. كتلة حلوة، عنده حجم حلو ما شاء الله. هو حاليا اوف سيزون وبأي بطولة يستعد لها تلقونه ناشف ومشرق تشرق. ترى يا وحش اليوم عنده بنج، نريد دعم لهذا الوحش بالتعليقات حتى يستمر يطور نفسه أكثر وأكثر. ابن الشطرة عاصمة الرجولة منبع الأبطال. قول يا الله. هلا يا وحش. هي بدك تعوج الشفت اليوم. يلا شد شد. روح. هاي شكتيت بيدك 80. ما شاء الله عليك 80 كيلوغرام. بنج نايم، بنج مستوي، ريشة. يابا كتبونا، كتبونا ايش قد جاي توصلون بالبنج؟ بالمستوي ايش قد تشدون اوزان؟ نشوف يا اقوى واحد بيكم. بعد بيك كرة. يلا يا وحش، بعد بيك خفيف هذا. ما شاء الله صلوات على محمد وآل محمد. خامة جبارة يعني، هذا عوزة بس ناحية ينشف والعضلات تطلع منين ما ذنين ما شاء الله. يعني شوف هسه اوف سيزن، هو عضلات بطن بينه وعنده تشريح برجليه حلو، الحجم مال الرجلين يخبل. عشتي ذا كباب الشطري تحفه. صلوات على محمد وآل محمد. يا مواليد 99، يعني
يطلع 21 سنة أو 22 سنة ما شاء الله. حلو حلو كبري طينا جانبي. ايه ارفع صدرك نهضة. ايه حلو ما شاء الله كامل المواصفات. ابلع بطنك حلوة. هاي بالاون سيزون شلون تطلع بقلاوة وحش. هاي الصبورة طينا معدة. حلو 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 حلو. هسه حاليا كم وجبة جاي توصل؟ سبع وجبات. سبع وجبات ما شاء الله. شلون تقسمهم؟ اعطينا حتى اللاعبين يستفادون. الصبح اول وجبة 8. اي الوجبة الثانية تكون بالتسعة 9:30. نعم. الوجبة الثالثة وقت الغداء. نعم. تصير الوجبة الرابعة. نعم. 3:30. نعم. اما الوجبة الخامسة 6 او 6:30. نعم. والثانية للتسعة. آخر. زين اريدهن شنو هن الوجبات؟ تسطينا المواعيد مالتهن نقدر نقسم الوقت. بس اول وجبه تبدي بمن؟ الصبح. نعم. تبدي بالبيض السلق. اي الشوفان. حلو. والحليب والجبن زبده الفول السوداني والجبن. حلو. بعد الوجبه اللي بعدها الغداء. اي ثم المبذول. نعم. مع صحن سلطه. نعم. تكون اما لحم او سمك او دجاج. حلو. بعد الصدر المليان بالبروتين. الدجاج جاي تعتمد على الصدر فقط. صدر الدجاج. حلو. لان به نسبه بروتين عاليه. زين الوجبه اللي بعدها تكون وجبه 3:30. نعم. العصر. نعم. تكون كارب بها 400 غرام. نعم. المعكرونة. نعم. هاي قبل التمرين؟ هاي قبل التمرين. حتى يصير عندك طاقة عالية. ساعة يصير عندك طاقة عالية وتواكب تمرينك بشكل جيد. حتى هاي الأوزان شلون تندفع؟ إذا ما ماكل كاب شلون تدفع عندني؟ ما تقول لي؟ كمل وجبة التمرين. نعم. منها ندخل البروتين بعد التمرين. بعد التمرين جاي تاخذ مكملات ولا لا؟ جاي استخدم الواي بروتين. واي هذا تاخذه بعد التمرين جاي؟ بعد التمرين. بعد بربع ساعة. وبعد منها ندخل الكاب بربع ساعة. ممتاز. هذا الوقت اللي يشتغل فيه هرمون النمو. اخر وجبه لك. اخر وجبه تكون بالتسعه يكون بها نسبه بروتين عالي. ممتاز. نسبه كارب قليله على مود يمددنا بالطاقه لليوم الكامل. ممتاز. عشتيل اتمنى لك التوفيق يا بطل. والله وديك ونريدك ترجع للبطولات. صار لك فتره حتى ما نازل ان شاء الله. بس محافظ على مستواك ان شاء الله. ما شاء الله رغم انت هسه اوف سيزون والتزامك يعني حسب ما وصلني مو ذاك الالتزام. بس انت هسه خامتك جباره. شوف هسه هاي عضلات المعده ما شاء الله طالعه وانت اوف سيزون مو اون سيزون يعني خارج المنافسات. ان شاء الله. زين وهاي رجلك هاي يتمناها اي بطل. زين عندك حجم يخبل. اتمنى لك التوفيق يا بطل.